روشا مازوت الباكور روجلات السوري نزل على هر كز زحمتي عندك شيني حتى كو مازوت اشخورا وجمال باتا خورا بيدادك ايرو روج مبري خدايا الناف قالي خو ام نرينا واجي ببينن هر وها امي هرن ريفابريا محروقات انجي ببينن روشا مازوت اشخورا بيني خالي خدايا زحمت بينا يعني ملاد قلق غاز دادك يعني زحمات يدبني حتى فيدا بك هار دروجات هات يعني طابورك تشد بي قلق يدرج دك هني بينا هني في جاري قدي من حتى ساس تشارج دي حتى جاري كي ولا هناك عالم قلق غاز دك قلق ما زلت قلق اب مسرع جاري سر شد خواز يعني ام خوازن جاري سر بزي دبي يعني جاري قدوا السياسه راح بدو بين ازمه جهه ترابي يعني ما تشجر نابي يعني جبر شفت شنو لكن يعني يعني أزمة تبدأ الدروس ترجع سر حفتيكي بلا بينك كنا ملت حمو إيدي بحسن ما أصدق شكر كسب حسين ما أدري كذي قف سنين يعني تزعم تياتي ده هنا يعني أنا بقى بشترى مرحبا سر شافا ديك عربي خب دين أذكرن أز كومار مش جندي كشكيما الجرند الجركي لجي كارتكم شو قد سري ده أم خير هاتنا وتكن ون وكا دنجي ملط و شت شتاق وأز بينم أف وكالتا و دديخو يا جنج ملطرة أم قلكي سباسيا وكالتا واتكن باش ساعات خوش براسيا أم سوكة جرن أم برساج ملطي خوتكن يعني بلي أم روشا مازوتي تكاري بيج مر بديخو يا جرن خدي روشا مازوتي أزيد شبيج بتا أم دنا مازوتي دنا ومازوت نيا يعني جارنا أم تميزين الغازية تتسيرا هناك تميزين بلكي هزار هزار وبين سطر بيسر سيراوي تسكني حتى مازوتا خود داقري يعني ملطن هنا أفيد تين برميلي خود داقرين جغازيا تين برميلا داقرين دبنا مالي خود فالت كن إنسان هنا فقير نحن مكسوا مثلا أوروبا هيا أو ملط موصفة إدارة ذاتية فجب أن بانجا كيد باكنج إدارة ميا ذاتية طالما أم بلغتا كردي تشتغلن حكومة أن بن حكمة كردي دنا لازم الملطي خو ميزيني أم في كارن بيجنا إدارة خويا ذاتي هي في كمجوا هيا قوفي ملطي ما خشيب كنا نافو عدا يعني أم كان بيجنا تاج مازوطي جعدا يعني أم إنزام بيجن شيء تشتنا تكن بلدياتي مجيد كن بلدياتي ما تكارن أنها جنوفرة كتنا سر تمسالة دا وتشتي ولو دا كاريبون جعدي ما بي خوش كن كاريبون حديقاتي ما يقندا يي درا خوش بكن جبو زاروكي ما كردي ما فكريبن نهاوة كفام ملعبي ما يفكري ملعبن شكرن كيفام الله بهات هجرت كيمكر ملطي ما بكردياتا خورا هشتاق تشيكرين مازوت تشتاق مهمج انسين را شترم بيلي را يعني مازوت سعرا كيس حمو تشتيد هلدي وكيمتكي ام هيفي كمج ادارة ذاتي هيا سرفي تشتي بسكنين بصا بيجا رضوان بركات امو روشا مازوت تشاود بيني در روشا مازوت كيما طبعا كيما نياوي دما اداره محروقات مخصصات هي مخصصات تدفئه دبر ميل خصان من هجمه لكيره دفتر عائلي طبعا هندكبو يعني زستان دريجبو تيرا عالمي نكر راسته من هاد داويات الثانية ده نهسر ما هي وقالك مالبات معنا بمازوت قالك معنا بمازوت يعني حتى مازوتات تدفي أسكنان دن بيتاقي هناك الشوطين جي يعني قالك يعني آلي كديدي تمانجيرا يعني أم كارم بيجن صاد لتريان برمي لك إيرو ريفابريا محروقات أبوم جديد تقو أم 25 لتر دنا مالبات أم بيتاقا جوار شدكن 25 لتر دشن دبن 25 لتر دبن دشينا يا 400 ودخ ورقه يا بها طبعا ابغازيه دي بيدري هردو كيجر كي لجم مخصصا جي زراعه ويا خدميره فوكسا ومولدات ارا طبعا اوامر بوار نين حتى مثلا الملط بلابكن يعني اوامر جوار دبن طبعا اداره محروقات القامش والعموديه الكودريه امنزانن أوامر جوارد بن حتى بوزع المازوت يدبر معك ولا لا؟ والله يا أخي مازوت صعب علينا صعب؟ إيه والله صعب مازوت صعب سكر صعب زيت صعب خبز صعب يعني
منين ما تجيبها ما تجي، شغل ما فيه، واسعار سياحيه. على موضوعنا الحالي عن المازوت، بدنا نلاقي مشكله للمازوت. مازوت والله لهلا ما في. شو مشكلتك انت بالمازوت؟ مشكلتنا ما في تدبير مازوت. تروح على الغازيه؟ على الغازيات ما في، تروح على الغازيه بدك وصل، وصل من المحروقات، المحروقات ما حدا عم داوم بالمحروقات، يعني مشكله صعبه كثير صعبه. بس انا اليوم كنت باداره المحروقات وخبرونا انه عم نعطي وصول 25 لتر لكل واحد عم يجيب، ما انه عطوا هبل عم يعطوك وصل 25 لتر، تروح تعبي على الغازيه يقول لك ما في بنزين، ما في مازوت. شغل يقول لك ما في، في مازوت بس كهرباء ما في، طيب اذا في كهرباء ما في مازوت، شو بدنا بالمازوت؟ ما في داعي يعني للمازوت. كهرباء ما في، مازوت ما في، خبز ما في، سكر ما في، يعني عيشه صعبه حيل صعبه، مو شوي. المازوت يدبر معك ولا لا؟ لا والله منوب. مازوت البيت التدفئة؟ التدفئة منوب، والله صار لنا شهر منوب ما عندنا مازوت. تمام. والسيارة؟ سيارة ما شهر. عندكم سيارة؟ بل والله عندنا سيارة. يدبر معك تعبئة السيارة؟ والله بعض مرات ما يدبر وبعض مرات يدبر. بدنا تحكي لنا عن وضع المازوت، يدبر معك ولا لا؟ والله صعب، يعني هن اعطونا اول فرصة انه من المازوت اول ما صارت الشتوية اعطونا يعني قسايم هيك. عطوا كل بيت برميلين. وبعدها قطعوا على اساس انه في دفعه ثانيه وما بقى يجي بالمره خالص، يعني رغم انه الغازيات معبى بس ما يعطوا 410 على اساس يعني هلا في برد واغلب العوائل في برد واغلب العوائل كلها ما ضل في عندها، يعني هلا عم يعطوا للسيارات بس، عرفت علي؟ يعني خاصه هو التدفئه اهم شيء ما عم يعطوا بالمره. مات المازوت تدبر معك ولا لا؟ والله ماده المازوت صعب شوي تدبر، يعني ناس تدبر معاهم بسرعه وناس صعب تدبر وناس ما يشوفوا المازوت بنوب. يعني نحن اعتمادنا على الإدارة الذاتية وإن شاء الله يعني إنه ما تخيب ظننا يعني وتوفر لنا المازوت لو على القليل إنه بالتنظيم، يعني نظموا خيو كل عائلة دفتر عائلة وزعوا لهم مازوت بالتساوي راح يتوفر المازوت، أما كميات كبيرة تروح للغير وكميات قليلة تروح للغير وبعض الناس ما يلاقي لها، يعني هون المشكلة، يعني وإن شاء الله يعني إنه يتظبط الوضع. يعني بداية أنا أحب أوضح النقطة مهمة جدا بالنسبة للإمكانيات، إمكانيات المادة وإمكانيات توفر المادة الموجودة بين إيدينا، يعني إنتاج الإدارة الذاتية لمادة المازوت على مستوى الشمال وشرق سوريا 95 صاريج بشكل يومي، يعني طبعا 95 صاريج عم يتم توزيعه على 7 أقاليم في شمال وشرق سوريا. استحققنا كأقليم الجزيرة من هالكمية، من كمية الإنتاج 40 صاريج بشكل يومي، يعني نحن مقيدين بكمية 40 صاريج فقط من إنتاج مادة المازوت. لذلك إحنا طبعا لما ندعم الطرف يكون هناك ضغط أكيد على قطاعات الثانية. بالنسبة للسير والنقل تحديدا، يعني عدد السيارات بجزيرة تجاوزت 90,000 سيارة حسب الإحصاءات الموجودة لدينا، يعني بيحتاج بشكل شهري لكمية 70 مليون لتر على الأقل، يعني وهذه الكمية يعني حقيقة كمية مو قليلة، يعني وما يعني الكمية الموجودة بين يدينا فقط 8 صاريج فقط لا غير. لذلك احنا عم نعاني يعني حقيقة نوعا ما ضغط وأزمة. طبعا هذه الكمية عم يتم توزيعها على كل القطاعات، سواء زراعي سواء صناعي، نقل وسير، خدمي، تدفئة، يعني بجميع القطاعات عم يتم توزيعها. احنا بالدرجة الاولى عم ناخد يعني حسب الاوقات عم ناخد الاولويات، يعني بفترة الماضية خلال الشهر 10 والحادي عشر والثاني عشر من عام 2000 وحتى الشهر الاول يعني من 2021 و2022 يعني اخذنا اولوية بتوزيع المادة على العوائل من اجل التدفئة، تدفئة المنازل.
ما بعد يعني بعد يعني تحديدا من تاريخ يعني 12 شباط تحديدا بدأنا بتوزيع المادة على المحاصيل الزراعية، تخصيص المادة بالدرجة الأولى للزراعة. طبعا يعني أثرت علينا الجو، قلة الأمطار، مطالبة المزارعين، يعني تخصيص المادة عم ناخدها بالدرجة الأولى للزراعة. لذلك احنا حاليا بصدد انشاء برنامج جديد، برنامج الكتروني للسيارات، تخصيص كميات السيارات حسب الفئات سواء الصغيرة او المتوسطة او الكبيرة وحتى الكبيرة جدا، يعني تخصيص كميات بشكل شهري عبر بطاقة الكترونية يتم اصدارها من الادارة العامة للمحروقات. طبعا حاليا احنا قمنا بتوزيع الاستمارات عبر المجالس عن طريق الكومينات، كومين من أجل تسجيل بيانات السيارات ومن ثم تنزيلها ببرنامج إلكتروني وارتباط البطاقات وتوزيعها على أصحابين المركبات بشكل عام، يعني لسهولة العمل ووصول كل مواطن أو كل صاحب مركبة إلى كميته برياحة يعني.